لا 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 أنا تشرفت من تلدو بتكليفي بأن شكل مجلس مديني لتلدو مجلس محلي يقود المرحلة بقدرتنا وبإمكانياتنا البسيطة. في سهل الحولة الممتد وسط سوريا تقع بلدة تلدو ذات 10,000 نسمة. تلدو وغيرها من بلدات السهل خرجت عن سيطرة قوات النظام في أواسط عام 2012 لتبدأ مرحلة الحصار والقصف من قبل تلك القوات التي أودت بحياة المئات والمستمرة حتى تاريخ إنتاج هذا الفيلم. عزل سهل الحولة عن باقي مناطق ريف حمص الشمالي، ولم يترك النظام سوى ممر واحد لعبور المواد الغذائية سمي فيما بعد بطريق الموت، لكن الحولة لم تمت. خلال عامين ونصف من الحصار حتى نهاية عام 2014 خاضت تلدو عدة تجارب في معترك الإدارة المحلية، هي التجارب الأولى بالنسبة للسكان الذين أبعدوا عن الشأن العام كلياً خلال عقود حكم النظام. ولعل تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية جعل من عملية التحول هذه أكثر قسوة. أنا قبل ما تنتهي مدة ولاية المجلس تبعي اللي أنا شكلته بتكليف من تلدو بشعار وواجبي أنا أن تجري انتخابات منظمة وديمقراطية قبل ما تنتهي ولايتنا بشهر، وأعلنت وتشاورت أنا مع معظم وجهاء المدينة وقلت لهم الاتجاه أنه يشكل مجلس محلي منتخب من 15 عضو ورئيس يحمل إجازة الجامعية، واللي أخذ دخول إنه أبو عمر ممنوع الترشح هذا أنا حق إليه، وأنا من تلدو أصيل وقديم قديم قديم قد مثل أقدم واحد بهالعالم هذا، وأنا لا حدا يستخف إنه مين هذا، أنا محمد وفا بكور فاعور من تلدو أخو الجميع، وأنا كنت خلال الفترة السابقة اللي انتخبني والما انتخبني على قدم المساواة، وأنا أشهد بالله ما ميزت واحد عن واحد، ولا حدا يقول إنه والله أنا بتمنى المحاسبة وأنا جاهز للمحاسبة. يا ماما رجاء 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 يا أخي، عندي سؤال أسأل. لا كمل يا أخي. يا شو يا نسمع بعضنا يا ماما. لا نسمع بعضنا كمل يا ماما. انت ليش مستخف دائما وهذا الكلام كل حكوه ما وصل على بكي؟ مين يعني اليوم مين بدي حاسب المجلس نهاية الولايه وهذا الفتره هاي الاستراحه دقيقه وخلك يا رجال قول هذا الشعب السوري يعني غشيم ما له غنى، طلع بثوره ضد دكتاتور قاضي ماشي الحال وعرض نفسه للدمار ولو قتلوا التجيب كذا وكذا، غبي يعني ما له غبي بيعرف حاسب يا سيدي راح انا بحاسبه الك للمجلس. اللحظة يا ماما أقول لك لا ليش بدو حاسبني؟ ليش راح أنا أحسن مني؟ ليش أنا الدكتاتور شايفني مسؤول ماضي يعني أنا مش يا أنا عم أقول أنا أعلنت أعمالي ما تكون شكله لجني محاسبة حاسبه الله محييك ولا شو كل هالحكي كل هالكلام. نتشكر حضوركم وغيركم على الضيعة يعني، والناس من غيرتها على خدمة الضيعة يعني صار في إشكالات كلها بدها تخدم الضيعة وإن شاء الله تكون الخدمة للأحسن. المقترح اللي بدنا نقوله إحنا أول شغلة انتخاب رئيس المجلس المحلي الثوري بتلدو مباشرة من الجمهور، يعني الانتخاب رئيس المجلس بده يكون مباشرة من الجمهور. البند الثاني انتخاب 14 عضو إلو المواصفات هلا بنحكي فيها بعدين، هدول صلاحياتهم للمجلس تلدو بكونوا هن بينتخبوا النائب وامين السر.
14 سنه اعضاء مجلس تلدو ينتخبوا النائب وامين السر فقط. يحق لرئيس المجلس المحلي المنتخب تحديد رؤساء المكاتب من ضمن ال 14 او من خارجه، يعني له الخيار اللي بلاقيه مناسب ال 14 بحددوا مالقه من برا وعرضهم على المجلس المنتخب ال 14 وبده ياخذوا ثقه ال 14. تحديد لجنه الاشراف على الانتخابات وسير العمليه الانتخابيه. اللجنه بدها تكون من كل الضيعه، من مؤسسات الدوله القائمه، يعني المجلس المحلي، المجلس العسكري، الطبي، المخفر، اللجنه الامنيه، كل شيء، والوجهاء. انا ارفض هاي الانتخابات تبع الاعضاء رفضا تاما. تاما. هاي كل عيلة بترتقي من عند انسان جيد وقادر ومتوافقين عليه بتقدمه. بدها واحد ما بيقبل واحد في اثنين. تختاروا البكالوريا اللجنه المرشح الانتخابي تختار الشخص من بين واحد او اثنين. معناتها صرنا بنعمل لجنه انتخابيه لدراسه الاسماء. انتخاب لرئيس المجلس فقط. الاعضاء شو اعتراضك عليهم؟ يعني 14 كانوا منتخبين. لا توافق. العضو المنتخب عفوا، العضو المنتخب ما له صلاحيه اقوى من العضو التعيين؟ العضو التعيين انا بدي اسالك سؤال. لا التوافق اقوى من المنتخب. ابو عبد الله هلا بدنا نقول المنتخب جربنا وجرنا وجينا بشيء ما هو لصالح الضيعه. هاي غلط، نحن عم نرجع ناكد على العشائر وعلى الاغلبيه وعلى الاكثريه وهذا من عند فلان. نحن في عندنا مؤسسات، مثلا على سبيل المثال انا بالمخفر في مؤسسه عسكريه، في مؤسسات ثانيه. انتخاب الرئيس فقط والاعضاء انتخاب من عائلته ما هو تعيين. يعني بتذكر يجيبوا لنا افضل واحد عندهم اسمه هذا عضو بيتعكوش بيتمشعر بيتعين بينتخب العائله تنتخبه. بتحكوا انتخابات على مرحلتين، مرحلة رئيس ومرحلة أعضاء. نفس الوقت شو بعرف فليش احنا هالخيال هذا وقعنا حالنا فيه؟ بتاريخ حياة البشرية والقوانين الوضعية والتشريعات الإلهية ما حصل الحكاية اللي عم نسمعه هلا. ما حصل ولا يمكن يحصل. ولا يمكن يحصل. أو كل مجلس بتجي تغير قوانين مثل ما بدك. أنت شخص طرحت مشروع بدك تطرحه على الناس حتى توافقك عليه. على المجتمع. ما هو انا بدي اطرح مشروع لنفسي وبدي امشي فيه. بالنسبه للانتخابات احنا اذا بدنا نشتغل شغله قانونيه وصحيحه، في لوحه تنفيذيه بتحكم هاي الانتخابات مصدرها الحكومه المؤقته بالائتلاف. يا بدنا نمشي فيها او بدنا نحطها على جنب ونعمل انتخابات على مستوى الضيعه تتفق عليها الاطراف كلهم، يعني ما يصير خلاف بين الاطراف. يا شباب نحن حضرنا العديد من الاجتماعات، الاجتماع تلو الاجتماع، مليمتر للامام مشينا، ارضك ارضك، نحن بالمجلس القادم مين ما كان الرئيس، مين ما كان الاعضاء، ما بنعمل اجتماع ثاني لننفذ الاجتماع السابق، والا اجتماع واجتماع وورق 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 كله من فوق الصنوبر، وصلت الرساله، من فوق الصنوبر يعني مو من فوق الاساطيح، صنوبر لانه عالي. شايف انا جهتين، جماعه بدها العائله وجماعه بدها انتخاب، هيك مقسومين يعني، هيك مقسومين. هن مجهزين حالهم من قبل ما يجوا لهوني على مجموعه تقسيم. انا كرأي مع الانتخاب. انا كرأي مع الانتخاب. توالت الاجتماعات خلال الأيام العشر التالية، بعضها كان هادئاً وأخرى لم تخلو من صخب. في نهاية المطاف اتفق وجهاء البلدة ونشطاؤها على أن يكون يوم 27 من كانون الأول موعداً لانتخاب رئيس المجلس وأعضائه 14. جاي ننتخب لحتى ننتخب المرشح لنضيف بين هالعالم، شايف شلون؟ وهون العرس الديمقراطي، لا امن ولا شيان، نحن ببعضنا،
ومنطالع بعدنا لحتى نوصل للعلا. وهذا العرس الديمقراطي بعد رحيل هذا الخنزير بشار الأسد. هان هون الديمقراطية. وهذا ما خرجنا من أجله، لأجل عملية انتخابات حرة ديمقراطية بكل شفافية. في إقبال من الناس عليها؟ الحمد لله، شفت عينك، إقبال من الناس، في إقبال كثيف، وإن شاء الله نحن نترجى خير من المجلس المحلي القادم الجديد. يلا واحد اثنين ثلاثة. سلامي عليكم والديار بعيدة، وإني عن المزعى إليكم لعاجز، وهذا كتابي نائب عن ديارتي، وفي عدم الماء التيمم جائز. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن صنوا علي كرام، والسلام على من اتبع الهدى. الله يقويك. هو هون معلمهم. ايوه يعني عليه هلا رجل اثبت انه هو مرشح للشعب، مرشح شارع، وانا كنت ضده، والان انا مع الشارع، لان الشارع معه انا معه. بس هذول ما لو لا وانا ارفض مرشحي الختارة، لكن يعني مرشحي الختارة مرفوضي، المطلوب مرشحين للشباب. ليش اقدمت على الخطوه انك رشحت حالك من اعضاء المجلس؟ من اجل هذا، من اجل ان اكون عضو فاعل من قلب المجلس. عضو فاعل بماذا؟ يعني نحمل قضايا مدينتنا، نحمل قضايا مدينتنا، قضايا هالناس عشلون، ونفعلها داخل المجلس، نشتغل عليها داخل المجلس بعدة قضايا، قضايا كثيرة، من جملة القضايا مثلا قضية المي، مثلا من جملة القضايا مثلا مشروع الخبز، شلون والامور اللي عم بتصير بموضوع الخبز، كثير قضايا شلون ممكن يفيد المجلس، ممكن يفيد الناس باتجاه نحو الاكاديميين من اجل تطوير العمل. هاي رغبة من الناس، اللي حوالي نرشح نفسها، ترشحنا. بالنسبة للعمل للبرنامج، نحن بنطمع نحط سياسي، نرتب الأولويات، حاجة المنطقة كونها محاصرة، في أولويات بنطمح شو نحطها الأولويات ونمشي عليها. إن شاء الله بنحسن نفيد من بلدنا شو بيطلع هذا. برأيك انتخاب مجلس جديد بالمنطقة راح يحسن الوضع؟ بتمنى إنه المجلس، الحمد لله نحن أخذت تجربة سابقة وهلا التجربة الجديدة، كل تجربة عم تجاوز الأخطاء البارحة الماضية، إن شاء الله الأمور تكون أحسن إن شاء الله تعالى. كل واحد يسجل كويس وطبق اللي بس طلع منه.
محمد وفاء، طلال زهر عبد الساجد، عمار حسان عبارة، علي عبد السلام عبدي، ثائر المصطفى، جلال هرموش، خضر الداري. هاي الأخيرة يا أخي. إيه. مصعب خضر 319 زائد 29 زائد 46 المجموع ايكو 1142 وزع الاصوات على سجلهم كم يا دار سجلهم محمد يلا مبدا تروح عليكم العاد ما مليتوا خلصونا الله يعطيكم العافيه يلا شباب لا زالت تلدو هناك مهشمة لكنها تضج بالحياة. بعد عام على الانتخابات لم تتخلص البلدة من صراعات الإدارة المحلية، لكنها قدمت تجربة سورية أخرى عن الديمقراطية في زمن الحرب والحصار.